بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear student grade 2, our lesson today is لقاءات أسرية. لقاءات أسرية. Start with new word. حنان. حنان. مرح. مرح. نعيم. نعيم. يغادر. يغادر. أصحو. أصحو. تسلية. تسلية. أستحم. أستحم. طبق. طبق. متنزه. متنزه. حماس. حماس. اكتب الحرف الناقص. Write the missing letter. Look at the picture and guess what is the missing letter. أسرة. أسرة. سين. حنان. حنان. نون. مرح. مرح. راء. تسلية. تسلية. سين. أصحو. أصحو. حاء. أستحم. أستحم. ميم. يغادر. يغادر. غين. حماس. حماس. ميم. نعيم. نعيم. ميم. طبق. طبق. طاء. متنزه. متنزه. زاي. منزل. منزل. زاي. رتب الحروف لتكون كلمة صحيحة. Arrange the following letter to be correct. Look at the picture. The first word become منزل. Second, يغادر. Third, أسرة. Fourth, حنان. رتب الحروف التالية لتكون كلمة. Look at the first picture. جدة. Second, تسلية. Third, مرح. فورت، أزهار. صل بين الكلمة وعكسها. Matching between the word and opposite. صغيرة
كبيرة، طويلة، قصيرة، نحيف، سمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.